السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. من الجنبات ديال مؤسسة الموحدين، المؤسسة اللي عندها تاريخ كبير، حدا القهوة ديال الثانية وحدا الجماعة ديال تمارة، وبجنبات حي النهضة وأراضي قيش الوداية. اليوم تغييرات كبيرة بتعليمات من السيد الوالي اليعقوبي، الأشغال وصلت للسوق البلدي. خويا بخير صحيحة الله يحفظك. الأشغال وصلت للسوق البلدي والجنبات ديالو، هناك أخبار تروج عن عملية ترميم وإعادة تأهيل السوق البلدي. الطريق اللي كتهبط للهرهورة، الطريق اللي كدينا لمركز المدينة. تحياتي خويا الله يحفظك. كما كتعرفوا جميع في مدينة تمارة كتعرف تغييرات كبيرة وكبيرة بزاف. الحمد لله شفنا السوق النموذجي ديال أهل الحارث واللي ناجح بواحد الشكل كبير. شفنا كذلك أشغال السوق النموذجي في عين عتيق، أشغال السوق النموذجي بتمسنا، أشغال الأسواق النموذجية بمدينة صخيرات. اليوم السوق البلدي وكذلك سوق القصبة بالمسيرة جوج، أشغال مهمة وتحضيرات كبيرة. أخويا ان شاء الله شي غادي يتقدم، لان كاين واحد الشوير طرقي مؤقت بالصفر هنايا، مازال غيتعاود الشارع كامل ان شاء الله، وغنشوفوا شي حويجه زوينه ان شاء الله اخويا الليبي. ان شاء الله نتمنوا من الله الخير والتيسير، قطره قطره من الواد دابا تيسر ان شاء الله. كما قلت لكم الاخوان، المدرسه خاص نقطه مهمه الليبي، هذه نقطه مهمه غنشير ليها. هذه رساله، هذه رساله للاخوان ديال جماعه تمارة. هنا عندنا المدرسة اللي بيأكد لنا أن كاينة مدرسة الموحدين هنا، فهذه رسالة للإخوان ديال الجماعة ما فيها بأس. أنا كنأكد إحنا ما عرفتش واش عندنا الصلاحية ولا لا، نجيبوا شي سطر ديال الصباغة ونديروا ممر الراجلين هنا وندير واحد الممر هنا، لأن الوليدات اللي في حي النهضة والعائلات اللي كاريين في حي النهضة وليداتهم باقي كيقراوا في مدرسة الموحدين. ف أيوب هذه النقاط شحال مرة تندرسوها في القاعة في المجلس في قاعة الحبابي والنواب والمستشارين، باغينا الراجلين من غيدوزوا يديروا مال يديروا الراجلين هنا. خاص واحد الممر ديال الراجلين الاخوان هنايا خويا الله يحفظك. فهذه رساله، هذه رساله للجهات المسؤوله، خاص واحد ممر الراجلين، خصوصا كنهضروا على عندنا مدرسه هنايا، عندنا مدرسه وعندنا الجامعه وعندنا قهوه هنا وعندنا حي هنايا، حي كبير ديال حي النهضه منين غيقطعوا الناس، يعني الراجلين كيلقاو صعوبه في هذه النقطه هذه. اخويا الدولي هو اللي خدام في هذه الليله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، نتمناهم الله الخير والتيسير. فكما كتشوفوا دائما الاشغال متواصله بالسوق البلدي وكذلك سوق القصبه بالمسيره جوج، في انتظار اسواق اخرى ان شاء الله من اجل ادماج جميع الباعه الجائلين ان شاء الله، وتكون الامور على اعلى مستوى. كنتمناهم الله الامور تمشي على اعلى مستوى، لانه علاش المدينه كتنقى وكترقى وكتولي في واحد الحله جميله جدا. فخليكم معنا باش نكتشفوا اش واقع في تمارة. الحمد لله شفنا القنطره الطريق اللي كتهبط للهرهوره تحلات، شفنا شارع الحسن الثاني الاشغال في عين عتيق اللهم بارك، اشغال متقدمه، شفنا واحد فرنسيك هنا الاخوه الله يجازيكم بخير، ردوا البال. وغنخلي لكم تعليق، عطوني الاسباقيات ديال خويا الله يكبر فيك الله يحفظك. فكنبغي نقول لكم الاسباقيه هنا لمن وردوا البال، عرفتوا علاش الاخوان كيوقعوا حوادث سير هنا؟ عندنا تشوير طرقي مؤقت، هنا ما عندنا لا قيف ولا اسباقيه داخل المدار ولا والو، ولكن هنا الناس كيوقفوا، الناس اللي عارفين قيف كانت هنا واللي ملي، ولكن انفو كيدخلوا هادو واش فراسكم هادو دابا اللي جايين هنا لا دخل فيهم هاد خونا اللي هنا تقاسوا لا قدر الله، راه هو ماشي فوتي، هادو اللي داخل الرومبون اللي فوتي باش فهموا. يعني هنا الله يجازيكم بخير، يكون واحد التسامح واحد التعاون، نتعاونوا مع بعضياتنا هنا في الطريق هذه بالضبط. راهي تمارك بتشوير طرقي لان كيوقعوا حوادث سير بالجمله هنا، والناس ما كتعرفش الاسبقيه ديال من، او بالاحرى ما كاينش بلايك، راه مولي من يدوز الله يحفظك، ما كاينش البلايك مولي من يدوز، وكاين اللي كيكون على بالو الاسبقيه داخل المدار بحكم هنا كانت قيف وهنا قيف وهنا قيف، يعني ردوا البال الله يجازيكم بخير. كان عفوا ماشي قيف، ضروري الراجلين، ما عفوا ما كانتش قيف، كانت الاسبقيه داخل المدار. فاليوم الامور تغيرات، المعطيات تغيرات، الناس انا كتوقف حتى كيدوزوا الناس اللي في المدار، ردوا البال. وكنتمنى من الله شي ممرات الراجلين، ولكن بيني وبينك دابا الا كنا كنهضروا على المدرسه ما نهضروش على المدرسه، حتى الناس كتهبط للبحر على رجليها، وهذا راه خاص ممر الراجلين في اقرب وقت.
حيت في المدرسه غنقولوا سالات دابا على الله، على الله الاشغال تحرك في هذا الشارع من جديد. لا شوف خويا الا ما دارش لهم ماما الراجلين هنايا قبل الموسم الدراسي غنصاوبوا انا وياك هنا. مرحبا. غنجيبوا وانا نجيب السكوتش ونحبر معاك بالمسطره. اللهم يسير. هذاك الشيء اللي كاين. فردوا البلاء الاخوه الله يجازيكم بخير، لانه فعلا وقعت حادثه تصير هنايا وكان نقاش وكانت امور. صوتوا عليهم اللي صوتوا عليهم ما يقدروش يديروا الزاز يوقفوا مع الاطفال الصغار في المدرسه ما يقدروش. لا خاص الامور تقاد ان شاء الله، خاصها تقاد. نطلبوا الله يكون فيهم في قلب الرحمه ويحسوا بالساكنين في مدينتنا. كما كتشوفوا الاخوان كلشي بغى المدينه يشوفها بحله جميله، كلشي كيغير على المدينه. الحمد لله المدينه غادي قطره قطره يحمل الواد. مجهودات جباره ديال السيد الوالي اليعقوبي صراحه لمسنا معها تغييرات كبيره بزاف. شكرا في مدينه تماره، شكرا السيد الوالي كثير الشكر لانه خدم مدينه تماره من قبضه حامي. شكرا السيد الوالي يعقوبي، هذه رساله مني، شكرا. كما كتشوفوا دائما مشاهدينا الكرام وحنا في مدينه تماره فتغييرات كبيره، جنود الخفاء كنشوفوا رجال الوقايه المدنيه هنايا، رجال الوقايه المدنيه مجهودات كبيره. وردوا البال الاخوان مع الحرائق في فصل الصيف، الله يجازيكم بخير والله العظيم الا صعيب الحال. ردوا البال هنا، كتشوفوا الاخوان كيوقفوا اللي في المدار كيدوزوا. اللهم يسر، ردوا البال هنا، الله يجازيكم بخير. كما كتشوفوا دائما الاشغال متواصله هنا السوق البلدي والمحلات التجاريه المجاوره لمقهى الثانيه. يسخر الامور يا ربي ونتمناهم الله الخير والتيسير. اخوان في تمارا ردوا البال الله يجازيكم بخير في السياقه، لانه ما كاينش تشوير طرق في مجموعه من النقاط اللي داز فيها الاشغال ولا اللي باقي فيها الاشغال، ونسال الله السلامه للجميع. شارع الحسن الثاني والجنبات ديالو ولات حلة جميلة. حلة جميلة ما شاء الله.